اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب في البدايه بضيفنا الكابتن او الدكتور سامح حمدي، رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره، والحقيقه اللي تولى المهمه في وقت صعب، والحقيقه نجح بشكل كبير جدا جدا ان هو يعدي بالكره الطائره لبر الامان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا كابتن هيثم، فرصه سعيده انكم نتقابل في قناه الاهلي. يعني طبعا دكتور وحضرتك استاذنا، استاذ كبير ومعلم وقائد، وبنتشرف بحضرتك في كل الاوقات. يعني دكتور الله يخليك، شكرا دكتور. يمكن حضرتك طبعا من البدايه توليت المسؤوليه في مهمه صعبه، كان ما فيش اتحاد، حضرتك اتيت طبعا مجموعه محترمه من كباتن مصر، وبدات في الاعداد لتعديلات في اللوائح وامور كثيره. احكي لنا القصه من البدايه عشان يمكن اللي ما شافش القائد الاول يبقى يعرف يعني البدايه جت منين. هي البدايه جت ان كان في لجنه مؤقته لاداره الاتحاد كره الطايره بعد ما تحل مجلس الكابتن الباشمهندس خالد ناصف، وقعدوا فتره طويله، كان المفروض يعملوا جمعيه عموميه وانتخابات، ما اتعملش لا جمعيه ولا انتخابات. فاللجنه الاولمبيه جالها قرار من الاتحاد الدولي ان لازم يكون في مجلس اداره، وقد كان ان هم يعملوا مجلس اداره مؤقت لحين عمل جمعيه عموميه غير عاديه عشان عمل اللائحه، وبعد كده يعمل جمعيه عموميه عاديه عشان الانتخابات. تمام. طبعا احنا جت بقى في ظروف الكورونا وظروف الكلام ده كله، فكل الكلام ده اتاجل يعني. صحيح. ويمكن حضرتك جيت رتبت البيت من الداخل، شكلت الجانك، ظبطت الدنيا، بدات تشوف ان في امور كانت موجوده جوه الاتحاد حضرتك من وجهه نظرك كانت لا تصح، وحضرتك صححت هذا الموضوع، ولجنه المسابقات ولجنه المنتخبات، عملت معايير لاختيار المنتخبات. يعني نبتدي الاول بترتيب البيت يا دكتور، عملت ايه؟ هي الحقيقه كان احنا همنا ان احنا نكمل الموسم، والحمد لله كملنا الموسم كان في عز الكورونا. صحيح. وكان برضو همنا برضو لان ده يخص ولادنا اللي هم عايزين تفوق رياضي، الحافز الرياضي. الحمد لله تم كله على خير، والحمد لله الاولاد كلها خدوا الحافز واستفادوا بيه يعني، والحمد لله. وكملنا الموسم في ظروف صعبه جدا، والحمد لله كملناه بنجاح، ما كانش فيه اي معوقات ولا اي حاجه. اتذكر يا دكتور يمكن اول اتحاد استأنف النشاط كان اتحاد الكره الطائره، انا فاكر. بالظبط كده. واحنا يعني احنا اول اتحاد اعلنا ان احنا هنكمل البطولات. صحيح. بتاعتنا، وخصوصا الحافز الرياضي. طب واللجان يا دكتور، يمكن حضرتك بالنسبه للجان المسابقات المنتخبات الامور دي رتبت البيت ازاي؟ احنا حلينا اول ما مسكنا حلينا كل اللجان لسبب ما كانش لها عمل، يعني كانت منطقة عمل وكانت تاخد مرتبات، وطبعا يعني وجدنا ان الكلام ده يعني عبء مالي شديد على الاتحاد. عبء مالي يعني 50,000 جنيه تقريبا كل شهر، فاحنا وفرنا من تقريبا من شهر 4 ابريل لغايه وقتنا هذا كل شهر كان 50,000 يعني كان بيبقى يعني تقريبا حوالي سنه، حوالي بنتكلم في نص مليون او 600,000 جنيه تقريبا. بالظبط يعني ولو قلنا 50,000 في 10 نص مليون، ولو شهرين كمان يبقى 600,000. بالظبط يعني تقريبا. و قعدنا ترتيب البيت الحقيقه، طبعا كان المدير التنفيذي كان في شويه كلام معاه ومش عايز اخد في تفاصيل، لكن يعني غيرنا المدير التنفيذي. بالظبط. وبدانا نبدا نشاطنا، وبدانا نبدا خططنا، وبدانا نتكلم علشان نعمل جماعه من غير عاديه. الحقيقه لقينا صعوبات جدا في قابلتنا يعني، وما اتعملتش جماعه غير عاديه، وبعدين خدنا بيها قرار تاني، ولما خدنا قرار بيها تاني للاسف برضو اتصدمنا برضو يعني اواضي وحاجات زي كده واتلغت، وجي قرار بقى رئيس مجلس الوزراء بتاكيد كل كل الجمعيات العموميه. هو ده اللي اجلك. خلاص كانت الانتخابات ايام يعني، حضرتك ترشح بقى بترشح والكباتن اتقدموا، ولكن ودفع كل حاجه وترتب كل حاجه للناس اللي مترشحه. وكان الجمعيه العموميه الغير عاديه برضو لاعتماد اللائحه كانت برضو مقرره وكل شيء يعني. بالظبط. جمعيه غير عاديه لائحه وجمعيه عموميه عشان انتخابات. وبعد كده طبعا بعد قرار الدوله المصريه بتاجيل كل الجمعيات العموميه طبعا عشان سلامه الناس، اتغيرت خطتك بالكامل بقى. بالظبط يعني كده. يمكن اولا المنتخبات كانت بتستعد، وفجاه ايضا بطولات اتلغت. بالظبط. وبعد كده اصبح اللجنه المؤقته مطالبه باداره الشؤون سنه كمان زياده. بالظبط. كلمني يا دكتور عن اول ما عرفت ان الجمعيه العموميه اتاجلت، وكمان لما عرفت بطولات افريقيا اتاجلت عملت ايه؟ احنا الحقيقه كنا حاطين خطه على اساس ان احنا عارفين ان عندنا بطوله افريقيا لاربع اعمار سنيه مؤهله لبطوله عالم. صحيح. فبدانا نقول ان احنا ازاي هنعمل الترتيب ده والكلام ده، بالرغم ان كان في انتخابات مجلس اداره
الاتحاد الافريقي، وتغير الدكتور عمرو وجت مدام بشرى من المغرب. من المغرب. وبالتالي وبالتالي كنا عايزين نعمل خططنا على اساس البطولات بتاعت والاجندات اللي عند حضرتك، اجنده البطولات. بالظبط، لان الاجنده بتبقى معروفه سنويه. صحيح. يعني وللاسف لما تغيرت الامور كورونا زادت، فالاتحاد الافريقي ما قدرش يعمل اللجان والحاجات دي ولا الاجتماعات عشان يحقق قرار. صحيح. وفجاه لقينا نفسنا ان هي في 3 بطولات هتتعمل، وبتواريخ اتحددت يعني التواريخ، لان الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد الافريقي انه يعمل الاعمار السنيه دي كلها ويدي النتائج بتاعتها قبل يوم 28 فبراير. ايه ده؟ ليه بقى؟ لان دي مؤهله لبطوله العالم عشان يقدر هو يكمل اجندته كمان. بالظبط، عشان يقدر يرتب هو مين الفرق اللي طالعه، ويبدا كمان بطوله الرجال والسيدات. صحيح. دلوقتي احنا بنتكلم اعمار سنيه. فطبعا بداوا الاول خالص قالوا ان البطولات هتتلعب 3 بطولات، وللاسف فوجئنا فجاه ان ما فيش ولا حد تقدم بطولات، لان احنا مصر طلبنا احنا ننظمها. تمام. فالحقيقه بدات تجينا اخبار ان في بطولات في مواعيد معينه، فبدانا نستعد ليها. بالظبط. تمام. يعني بدأنا نستعد. يعني يا دكتور معلش انا اسف قطعت حضرتك، يعني احنا كنا طلبنا نستضيفها البطولات دي، وبعد كده ما كانش في فرق مشاركه. ايوه. فتم ارجاعها. هي لا، هو كان في فرق، بس هي للاسف كل الفرق اللي هي قالت انها هتشترك ما بعتتش الموافقات. لا، ما هو غير موافقه يبقى ما اشتركتش. بالزبط. لازم حاجه ريتن مكتوبه ان احنا جايين. بالظبط. فتم ارجاعها يا دكتور، مظبوط؟ هي مش تم ارجاعها، هي تم الغائها تقريبا. الغائها تمام. وبعد كده جه لحضرتك اخبار. بالزبط. انه الاخبار جالنا بقى قرارات بتاعت الاتحاد الافريقي ان هيقام بطولتين، اللي هو شابات وشباب. لما 21 الشابات، لا هو يعني كل بطوله مختلفه عن التانيه. الشابات دي كانت موعدها قبل بطوله الشباب. تمام. اتاجلت برضو وبقت 1 مارس. تمام. هتخلينا في الشباب بقى. هتلعب فين؟ دي هتتلعب في نيجيريا. ورايحين ان شاء الله. شابات ان شاء الله باذن الله. احنا جمعنا المنتخب وبتمرن. طبعا بتمرن. مين يا كابتن؟ النهارده بس الشابات ما بقتش شابات، بقى ناشئات. ناشئات. تمام. رايحين تحت 16 سنه. تمام. فاحنا عيننا كابتن ابراهيم فخر الدين. تمام. مدير المنتخبات القوميه. تمام. وبعدين اسم كبير. طبعا. وبعدين كابتن نجلاء فؤاد المصري عيناها مدير فني فريق 18 سنه اللي هو الناشئات. ممتاز. اللي هيلعب في نيجيريا. ممتاز. وعيننا كابتن هاني عبد الحميد لفريق الشباب اللي هو 21 سنه، اللي هو هيلعب هتتلعب في مصر، هتتلعب ان شاء الله يوم السبت اول مباراه. ماشي. ما احنا نروح لها، بس انا رايح للبعيد اكتر. أوكي. الشابات او الناشئات. ناشئات. رايحين. رايحين ان شاء الله نيجيريا. طيب الفرق اللي اكدت اشتراكها كم فرقه في نيجيريا؟ هم يعني على ما اعتقد انا سمعته وعرفته ان هم 4 فرق. أربع فرق. طيب يعني نيجيريا اكيد هي البلد المضيف. يعني اللي تبقى موجوده مصر بعتت خلاص اكيد. بالظبط. وممكن يكون كونغو وتونس والمغرب، بس أكيد. احنا سمعنا ان تونس مش قادره تخرج. يمكن الصوره دي لكابتن ابراهيم فخر الدين وكابتن رؤوف عبد القادر وحضرتك يا كابتن، ولا يمكن الصوره مش واضحه؟ لا هي دي. دي كانت بطوله افريقيا، وكنا كسبانين اول افريقيا. ونادي الاهلي بطوله انديه. اسامي كبيره جدا. والصوره دي، الصوره دي يعني ايه فيها من العظمه والتاريخ في كره الطائره، يعني حاجه كبيره جدا. الحمد لله. يعني ذكريات وتاريخ كبيره. جميل. ذكريات فعلا جميل. طبعا. طب احنا خلاص نروح لبطوله نيجيريا، عندنا 4 5 فرق. بالزبط. فرق. تمام. موجودين معانا. تمام. واكدوا هنروح ان شاء الله وخلاص. بالظبط. احنا حاجاتنا يوم 1 مارس هنمشي من هنا. والبطوله هتخلص 9 مارس ان شاء الله. ممتاز. طب الله. فرصنا ايه يا دكتور؟ فرصنا كبيره، لان ما شاء الله الفرقه عندنا كويسه، بس هي المشكله الحقيقيه ان هم اتجمعوا فتره قليله. ليه؟ زي ما قلت لك جمعناهم في الاول ولغينا التجمع. طبعا. وبعدين لما جت البطوله دي تعالوا تعالوا قعدنا طبعاً. بقى اسبوعين او 20 يوم وتدخل البطوله. اعداد مش منتظم. طبعا. بس مش من عند حضرتك يا دكتور. لا مش يعني من عندنا. يعني الاعداد غير منتظم نتيجه الاحداث العالميه. طبعا. وبعدين يعني احنا بدانا عشان نصفي لعيبه، بدانا بحوالي 27 28 لعيبه عشان تصفي. وعند الصف عشان تبدا تركز. طبعا. معلش انا عايز اقول لحضرتك وتوضح للساده المشاهدين اختيار اللعيبه كان بيتم ازاي. يمكن حضرتك عملت سيستم
ونظام اول مره يطبق في الاتحادات. بالظبط. احنا الحقيقه طبعا حضرتك طبعا ابو الكباتن كلها، احنا هي الفولي بول قررنا ان يكون اختيار المنتخبات بالسكاوتينج، الله يكرمك، بالاحصائيات. بمعنى حضرتك عارف طبعا ان الفولي مراكز، صحيح، فكل مركز كان بيتعمل له سكاوتنج لوحده، يعني الفولي داتا بتاعه، السيستم بتاعه اللي هو الفولي داتا، مش كده اللي هي بتبقى؟ ايوه بالظبط، داتا فولي، داتا فولي، اه بالظبط كده. والحمد لله احنا عندنا ناس دلوقتي في داتا فولي على اعلى مستوى بصراحه، طبعا بصراحه يعني، ودارسين كويس جدا وطوروا نفسهم طبعا. فكل مركز كان بيتحط فيه مثلا اربع لاعبات او خمس لاعبات او اربع لاعبين او خمس لاعبين، بيتعمل السكاوتنج عليهم، مين عمل مثلا احسن، اكتر عدد بلوكات، اكتر عدد ديفنس، اكتر عدد استقبال، اكتر عدد ضرب. ففي الاخر خالص بتطلع لي نتيجه، خلاص دي ما فيهاش ارقام لا تكذب، ما طبعا ما فيهاش كلام يعني. وبالتالي بنبقى نختار بقى، بنصفي الفريق على 16 فريق للبنات و16 بنت البنات و16 ولد للشباب، علشان دي هم الفريق اللي يتمرن بقى. وده خد فتره قليله قوي يعني، هم معاصرين. صحيح. عبال ما صفينا وعملنا واخترنا وتختار اجهزه فنيه وترجع تاني يعني، كانت حقيقه. بس يمكن يا دكتور عشان يعني حضرتك طبيب، يعني طبيب ودارس وعارف، فهي الارقام ما بتكذبش، وحضرتك يمكن اكيد عانيت واكيد عارف المعاناه اللي شاف اولياء الامور، من هو لا ده حلو اخده، لا ده وحش ما اخدوش. انت حضرتك بتضحك وانا عارف وفاهم الدنيا، ومعروف يقول لك ساعات يقول لك اللعيب ده حلو على قلبي اخده، اللعيب ده حضرتك قفلت الباب ده خالص. خلاص خالص، ارقام، حسن ارقامك ليك مكان معانا. وبرده مع كده برده ال يعني الاستاف بتاع المديرين الفنيين اللي كان الاربع منتخبات ما كانش فيهم ولا مجامله، كان احسن طبعاً مدربين واحسن مدربين موجود في مصر. وخلي بالك خدناه بالنتائج برضو، صحيح، ده عمل نتائج ايه معنا، دي عملت نتائج ايه معنا ديها، وبالتالي تقدر تقول دي ناجحه ولا مش ناجحه، تقدر تقول ده نجح ولا مش ناجح. طب دكتور عايز اسالك سؤال واخد رايك على الهواء. اتفضل. حضرتك شايف، لان في بعض الاتحادات، ما اعرفش انت راي حضرتك ممكن تبقى يعني وجهه نظرنا صح او غلط، يعني يمكن حضرتك عايزين نعرف وجهه نظرك. ساعات يحصل ايه، يبقى في مدير فني مثلا فريق اول وعمل نتائج كويسه، بس هو ما ينفعش يمسك الفريق الاول، لسه عليه شويه، يقوموا ياخدوه يمسكوه فريق 16 سنه. ايوه. حضرتك شايف ده صح ولا غلط؟ هي بص، هي الظروف اللي بتحكم. بمعنى ايه؟ لو انا ما عنديش لمنتخب مثلا ناشئات مدرب في الناشئات في السن ده يكون على مستوى بطوله قاريه او يوصل بطوله عالميه، فانا بالتالي بضطر ان انا اجيب الاعلى منه، الاعلى منه اللي هو ايه؟ اللي هو ماسك شابات او فريق اول ممتاز. وده صحيح. حصل معايا كابتن احمد في نادي الصيد، كان يعني ماسك فريق اول نادي الصيد، مسكناه فريق الكبار اللي هو الشابات. الشابات. لان هو احسن نتائج عملها، وهو كان مدرب المنتخب وحافظ تقريبا كل. حضرتك رديت يعني اجابه منطقيه جدا، انا لو ما عنديش في الجيل ده حد انا شايفه يستطيع يقود مصر في بطوله قاريه هضطر استعين باحد. بس حضرتك في عينك في الاول بتبص على السن طبعا ومدربينه طبعا، حد ينفع خلاص طبعا، ما ينفعش يبقى اضطر استعين بالاعلى طبعًا. كلام منطقي يا دكتور وكلام طبعًا. جميل. وخليني لا ده انا هكمل مع حضرتك، ده عندي امور كتيره، بس نطلع لفاصل. استاذ حضرتك اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع نكمل حوارنا مع الدكتور سامح حمدي، وفي كلام كتير ومهم وهناخد رايه في امور كتير، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك استاذ. دكتور، يمكن اكبر المشاكل واكبر صداع بيقابل اي اداره، بالذات الاتحادات وليست الانديه، وبعض الانديه طبعا بس الانديه مش الجماهيريه، هي التمويل والوضع المالي. طمنا على الوضع المالي في الاتحاد، هل عندك مشكله فلوس الحكام البطولات؟ اتكلمنا عن الوضع المالي. لا احنا الحمد لله يعني موقفنا المالي كويس جدا جدا. ويمكن حضرتك انا عملت حاجه اذكرها برضو. اتفضل. احنا لما بيجي الشركات الانديه للاتحاد بيبقى من ضمنها في المرتبات او المكافئات بتاعه الحكام، بند مكافئات الحكام. تمام. فما كانوش بياخدوه شهري، كان بيتاجل من سنين وبتصرف يعني. انا رحت لقيت من 2013 و2014 خبر متاخرات. فاحنا عملنا حاجه كويسه جدا جدا بعد موافقه الوزاره، لان ممنوع ان انا اعمل حسابين للاتحاد في بنكين. تمام. فعملنا خدنا موافقه الوزاره، الاشتراكات بتاعت الانديه بتيجي بروح فاصل
فلوس الحكام اوتوماتيك وفتحت بيها حساب في بنك مصر بقت باسم الحكام، وعملنا لهم فيزا زي النادي الاهلي لما بيعمل بيدخل يدخل يقبض بفيزا. الله ينور عليك. كل شهر ينزلوا حكم خمس ست ماتشات خلصنا، ولا مفيش متاخرات ولا مفيش من ده. المتاخرات كلها دلوقتي انا بحاول اخلصها، وان شاء الله اخر حاجه متاخره تقريبا يعني ان شاء الله هتتصرف في الشهر ده او الشهر يعني الجاي. يعني سددت كل المديونات على الاتحاد؟ الحمد لله الى حد ما، يعني مديونات كلها ما كانتش بتاعتنا. من عارف ما كانش ده ارث حضرتك مارس ارث حضرتك الحمد لله. طبعا الحكام النهارده بقى عندها استقرار، انه عارف كويس قوي انه فلوس هتجيله كل شهر، مش هيبقى يبقى لي سنه، يبقى لي سنتين. لا الكلام ده مش موجود. ليه؟ انت كان النادي بيدفع لك فلوسك مقدم، انا اخدها ليه واستعملها في غيرها وارجع بعد كده خليك تجري ورايا عشان تاخد فلوسك. الله ينور عليك. جالك فلوسك يبقى لازم اديها لك. الله ينور عليك. فبالتالي اتعملت حساب في بنك مصر، وعملنا الحساب ده على اساس ان كل واحد يتعمل له فيزا، وكمان دخلناه حساب يومي، بمعنى انه مثلا اخر الشهر مثلا لو هو ليه قرش هيبقى ليه قرش ومثلا وشويه اللي هو حساب يوم بيوم. حساب يوم بيوم. يعني يا دكتور حضرتك حليت مشكله او صداع هو مش انا، هو المجلس الاداره. طبعا انا عارف انا بكلم مين. والدكتور مش هقول لا هقول انا مجلس ادارتي واللجنه بتاعتي. انا عارف طبعا حضرتك طبعا اكيد بتنسب الفضل للمجموعه، ودي طبعا هي ودي حقيقه. المجموعه اكثر من رائعه، يعني المجموعه مش هتتكرر تاني الحقيقه. وحضرتك حتى يعني حليت مشكله الحكام، اكيد بيدعوا لك دلوقتي يا دكتور. يعني بجد 100% طبعا عندهم حاله نفسيه كويسه، يقدر يدير ماتشات وهو نفسيا مرتاح، يقدر يعني يحسن ويطور من نفسه. بالظبط كده، يحسن ويطور من نفسه. بالظبط. طب يا دكتور، والحمد لله بالنسبه للمديونيات الدنيا ماشيه كويس والامور ماشيه كويس، يعني ما عندكش الحمد لله الامور ماشيه ستيبل الحمد لله. الحمد لله. يعني اللي هيجي يعني اللي هيجي من بعد حضرتك طبعا اكيد هيلاقي الدنيا يعني كويسه كده. مختلفه تماما عن ما احنا مسكنا تماما. انا مش عايز اقول ارقام، لكن احنا مسكنا فين وبقينا فين. ما شاء الله دكتور. يعني انا عايز اقول لحضرتك واحنا حريصين وحريفين ده وشايفين ده وعايزين نبرزه للناس، لان الحقيقه لازم كل حد بيتعب ياخد حقه. دكتور خليني اسال حضرتك بقى، يعني بالنسبه للجنه المؤقته قابلتك بعض الصعاب، يمكن توفى كابتن جابر عبد العاطي الله يرحمه ويحسن اليه، ايضا خرج احد برضه الاعضاء ما تمش الموافقه ان هو يبقى يكون مع حضرتك. كلمني عن المطبات دي برضه. هي الحقيقه لما مات الكابتن جابر كان قل العدد بتاعنا، فكنا سبعه بقينا سته، وزي ما حضرتك بتقول برضو مش استقال بقينا خمسه، فاحنا كنا الخمسه من اصل القرار كان طالع سبعه. تمام، كويس قوي. فبدانا بعد كده نشتغل على خمسه فتره طويله لغايه لما صلحنا الوضع مع اللجنه الاولمبيه، وطلبت يتعين اتنين معايا عشان يبقى القرار نرجع تاني للسبعة استكمال العدد. بالظبط. تمام. الحقيقة كانت اللجنة الأولمبية يعني مشكورة، استجابت لرغبتي واللي احنا اخترناهم هم اللي جم، كابتن شريهان سامح وكابتن محمد المهدي، ودول يعني لعيبة دولية. طبعا. وغير لعيبة دولية شباب يدونا افكارهم وارائهم، يبقى احنا برضو الكبار شويه ناخد افكار الشباب. طبعا لان الشباب برضو اكيد دي افكار متطوره برضو وحاجات زي كده. فالحمد لله اندمجوا بسرعه جدا 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 مع المجموعه. اندمجوا بسرعه بطريقه غير طبيعيه، لدرجه ان ما اقول لك ايه، يعني كل قراراتنا كلها جماعيه. كلها صح. بص طالما كان في الاول الموضوع صح، بس خليني اقول لك يا دكتور انت هتطلعني الحته كده برضو. اتفضل. يعني لما بيبقى المجموعه مختارين بعضهم الاول وكسبوا كلهم او موجودين كلهم، بيبقى الاتحاد ماشي سموس والدنيا جميله. بالظبط. مش دايما الانتخابات يعني خلينا نقول في الالعاب الرياضيه او في الاتحادات مش دايما بتجيب مجموعه متجانسه. بالظبط. طب حل الموضوع ده يا دكتور؟ والله حل الموضوع ده ان النفوس تتغير. بمعنى ايه؟ انت داخل تخدم لعبه، مش داخل تتخانق او تتصارع مع زميل لك. مش داخل ده ليه راي وده ليك راي. هي لا، ده هي انت لازم تعرف مصلحه اللعبه فين وتقول افكارك وقرارك. يعني احنا دلوقتي اقول لك السبعه مثلا كل واحد كان بيقول فكر وراي جديد كنا بنستفيد بيه، بس بنخرج في الاخر بننفذه. بس بننفذه على طول. يعني احنا عملنا بطولات شاطئيه وعملنا حاجات بصراحه، يعني انا عندي فرقتين ان شاء الله عندهم تصفيات طوكيو شاطئيه.
شابات انسات ورجال يعني. انسات الحمد لله انا اصلها تصفيه واحده باذن الله ان شاء الله وندخل طوكيو ما شاء الله. الاولاد فريده العسلاني باين فيها العسلاني ودعاء غباشي وندى حمدي يعني ما شاء الله هم اربع خمس لاعبات كويسين جدا والرجال برضو والرجال نفس الشيء هي الرجال عندهم تصفيتين للاسف فالرجال صعب شويه بس ما يعني مش مستحيل لا مش مستحيل لكن صعب لكن البنات عندنا امل ان شاء الله كبير جدا واحنا يعني حاليا دلوقتي بنعدل لهم خطه الاعداد علشان يدخلوا البطولات لكن كورونا مبهدلانا يعني هنا كانوا مسافرين رواندا كان في بطوله شرفت وكنا حضرنا كل حاجه وكانوا طالعين على حسابهم وكانوا طالعين يعني نفسهم يسافروا رواندا لغت البطوله عشان كورونا. كله عشان كورونا فبالتالي احنا بنحاول نطور فرقنا كلها علشان يبقى لنا اسم وسمعه تاني من جديد بدليل ان مثلا شرف لينا ان رئيس الاتحاد الافريقي لما كلمتها وكلمتني على البطولات واتلغت وجت ومش عارف ايه فقالت ان يعني الاتحاد الافريقي اعتمدوا كلي على مصر تقريبا فدي حاجه شرف لينا يعني طبعا لما اتقال كلمه زي دي معناها ان احنا لنا وضعنا الرياضي في القاره الافريقيه وبالتالي بعد بطوله العالم كمان لكره اليد يا كابتن الموضوع بقى قدام طبعا العالم اختلف خالص خالص طبعًا. بقى كل امنيه كل الفرق انها تيجي تلعب في مصر طبعا بصراحه طبعا يعني كونك تعمل بطوله زي دي في الوقت ده في الكوفيد 19 ده والنجاح ده طبعا قمه صحيح صحيح طبعا. طب دكتور يعني برضو اخد راي حضرتك قيمه اداريه كبيره جدا وعايز اخد راي حضرتك في حاجه يعني احنا قلنا موضوع المجالس ويبقى فيه مجموعه متجانسه طب راي حضرتك ايه لو حطينا بند في لوائح يعني مثلا الهيئات ما تخيل ان يبقى الانتخاب بنظام القوائم يعني انت تخش تاخد قائمه رايك ايه في كده هي طبعا فكره كويسه جدا 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 ويا ريت تتنفذ لان فعلا لو قائمه واحده هيبقى هم متفقين اصلا من اول بالزبط. على المبدا وعلى الاساس هيمشي ازاي وهيشتغلوا ازاي بالزبط. كويس لكن للاسف انت بتاخد وجود قائمه واحده في الانتخابات او قائمه للانتخابات بيتجنبك عارف طبعا الانتخابات والخيانات والقصص وانت عارف القصص بتقال دي بتخلي بتضرب في بعض والكلام عن ده وده عن ده الدنيا بتبقى في الاخر طالعه ايه مشحونه بالظبط ولكن لما في قائمه بتخش تاخد القائمه دي كلها او تاخد القائمه دي كلها او تاخد القائمه دي كلها بالظبط فده ممكن يكون بدايه لتجانس الاتحادات مره اخرى بالظبط انا بقول فكره لعل وعسى ممكن تبقى راي حضرتك بتأيدها يعني طبعا يعني شايف دي 2004 نزلنا مع الدكتور عمرو علواني وكان في بعض الناس بيتكلموا من بره البتاع طب يا جماعه بس خدوا ده مكان واحد قلنا احنا مجموعه واحده اللي عايزنا ياخدنا احنا كلنا ونجحنا المجموعه الحمد لله كلنا يمكن النادي الاهلي 2004 نجحنا احنا كل مجموعه يمكن النادي الاهلي يا دكتور النادي اغلبه بتنجح المجموعه بتاعته اغلب الانتخابات رغم بالظبط ان مفيش بند في لاحب كده لا مفيش ده مبدا وماشي في النادي بقاله فتره يمكن مره او مرتين ممكن واحد بالظبط طبيعي ولكن ما بتحصلش كتير يعني مره او مرتين صحيح بس انا قصدي اقول لحضرتك ان الفكره زي دي ممكن في الاخر يعني حضرتك بتأيدها وشايف طبعا يعني طبعًا ممكن تتحط طبعا طب راي حضرتك في بند الثمان سنوات ايه يا كابتن لا هي الثمان سنوات دي اصلها عليها مشاكل كبيره قوي هي سلاح ذو حدين هو الثمان سنين دي برضو بتدي فرصه لاجيال تانية تحكم صحيح لكن انا لو خليتها مفتوحه ومعموله وي الاتحاد برضو مهما كان زي ما انت قلت بيخطا وبيصيب وممكن سنه من دوره او سنه من السنين اخطاءه تزيد عن تصحيحه او كلامه المعمول به ف يعني انا شايف يعني كفايه قوي 8 سنين بقول لحضرتك حاجه انا معايا يعني جبت من يومين المانيوال بتاع الميثاق الاولمبي ولقيت من ضمن البنوده انه بيقول ضخ دماء جديده في الاتحادات بشكل مستمر بالظبط ف بند 8 سنوات ما بيتعرضش ابدا مع الميثاق الاولمبي ابدا يعني بالعكس يعني انا بايد راي حضرتك طبعا ان هو منصب تطوعي ولازم يفيد دماء جديده طبعا يعني وده عمره ما كان تدخل حكومي طبعًا. لانه البند 8 سنوات ده انت بتضمن ان انت في دماء جديده داخله في الاتحادات انما لما حد بيقعد 12 و15 سنه بتاعي يا دكتور ممكن تسيب دوره وترجع تاني لو الناس عايزاك هتجيبك يعني بالزبط. الاتحادات فيعني احنا شبه متفقين في الكلام يعني حضرتك يعني قامه رياضيه ويمكن النادي كمان هو يعني خلال الثمان سنين دي هيبان انتاجهم صحيح طب لو انتاجهم مش كويس تيجي مجموعه ثانيه او حتى لو التغيير يبقى بجزئي يعني مش لازم بالزبط. يكون ثلثي ثلثين مش لازم المجموعه كلها بالزبط. طب هنتكلم بقى على الحدث الاكبر ليك يا دكتور ان شاء الله القادم يوم الجمعه منتخب 21 او الشباب 21 سنه الجيل ده خد
رابع عالم من سنتين، جيل مبشر. رأيك إيه في البطولة اللي جاية؟ والله إن شاء الله بإذن الله إحنا مترشحين أول يعني بإذن الله يعني، وربنا يوفقنا. بس زي ما بقول لك إحنا قابلنا عقبات كثيرة جدا، ففترة الإعداد للمنتخب كانت ما كانتش كافية. صحيح. بصراحة. يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني الولاد دول كانوا محتاجين فترة أطول من دي، لأن ما شاء الله أطوال، مهارات، تكنيك وتكتيك، كل حاجة يعني رائعة فيهم. لكن اديهم فترة تدريب. صحيح. انت انت خدتهم من الانديه بتاعتهم، وانديه اجلنا دوري واجلنا مش عارف ايه، فدخلنا في متاهات ما كانتش وقتها. لكن الحمد لله يعني احنا ماشيين الى حد ما مرشحين اول الحمد لله في البطوله وكل حاجه. طب كابتن، بطوله العالم بتاعتهم اتحددت؟ هنبص ابعد شويه. امتى يا كابتن؟ في شهر 9 ان شاء الله، بس احنا لازم نطلع اول او ثاني. ان شاء الله ان شاء الله اول. مستوى افريقيا مستوى افريقيا لما بتيجي اربع فرق تتبارى بياخدوا اول وثاني، لكن لو جت ثلاث فرق بياخدوا واحد بس الاول. فاحنا اول خلينا في الاول. احنا ان شاء الله يعني احنا المجموعه بتاعتنا تمت اربع فرق، فهيبقى المجموعه بتاعتنا هيطلع منها اول وثاني. ممتاز. طب يا كابتن، بتهيألي بقى لو تأهلنا لبطولة العالم، ما هو الأسباب هتفضل موجودة برضو، كورونا نفس الوضع، وهتبقى لسه فيها ناخد فترة. ربنا لا هيبقى لسه، ما هو هيبقى لسه كتير، بس هيبقى لسه قبل ما التطعيم ينتشر والناس تبتدي الطعم وبتاع، يمكن هياخد شوية وقت. هل يعني في يعني فكر أو احتمال إن احنا نقدر نطلب يعني ننظم دي، ولا تحدد معاده؟ لا، الاتحاد، برافو عليك، الاتحاد الدولي حدد مكان البطولات. الاربع بطولات بتوع الاعمار السنيه اتحددوا، او مكانهم محددين، وقت ومكان. بالظبط. تمام. الوقت والمكان. خلينا نرجع برضو يا كابتن، ومحتاجين نعرف من حضرتك برضو الخطه، يمكن 3 4 شهور القادمه، ولكن خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع عشان نعرف كمان بعد الفاصل يمكن الاجنده اللي جايه، يمكن خلاص الاسبوع اللي جاي واللي بعده فيه بطولتين، ولكن اكيد في بطولات ابعد من كده، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع دكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد كره الطائره. دكتور، يمكن كنا بنتكلم قبل فاصل عن البطولتين اللي جايين، بطوله الشباب والشابات، يمكن مش دول نهايه المطاف، اكيد بعد مارس عند حضرتك في الاجنده بطولات. كلمنا عن المستقبل البعيد شويه. هو المستقبل البعيد بالنسبه للاعمار السنيه مفيش غير بطوله عالم. يعني هي البطوله دي، وفي البطولات العربيه. بس البطولات العربيه يعني مش كل وقت تقدر تتعمل. صح. مش كل سنة. وقت وقتها يناسبنا. ما اقدرش ابطل دوري وبعدين ارجع دوري، وما اقدرش ابطل كاس وارجع كاس عشان اروح بطوله وارجع تاني. فاحنا نشوف المواعيد المناسبه لينا والمواعيد المناسبه لينا انها نعملها. بس انا مش هقدر اكذب عليك، هتبقى كل حاجه بوقتها. عندي بطوله الفنيه خلاص، اوكي، بجمع المنتخب الفلاني علشان ابدا خطه اعداد معينه ينفذوها علشان على الاقل ان شاء الله نكون رايحين نكسبها. طب قول لي يا كابتن، حضرتك قدمت طلب استضافه بطوله افريقيا للكبار في شهر 9 اللي جاي، حصل؟ لا، ما حصلش. لا، الانديه ولا لا، دول المنتخبات؟ منتخبات. لا، لان الاتحاد الافريقي الجديد ده مدام بشرى الى الان مش قادرين يعملوا اجتماعات. صحيح. عشان كوفيد وعلشان حتى بالفيديو كونفرنس مش قادرين يعملوا كابتن، يعني الاتحاد الافريقي مش قادر، ساعات بيعملوا مش قادر. يعني بيعمل فيديو كونفرنس. طبعا. بس لجانه امتى تتكون؟ يعني هي استلمت ما ملحقش تعملها يعني. فحضرتك مش قادر تعرف بالظبط امتى البطوله، فانت مش قادر تتقدم بطلب استضافه. بالظبط. لكن هي البطولات الانديه جات الجواب منها اوريدي، بيحبذ ان مصر تاخد بطوله الانديه. يعني الاتحاد الافريقي بعت لك يقول لك من فضلك نفذوا بطوله الرجال. طب حضرتك يعني محبذ ولا لا؟ انا هقول لحضرتك حاجه، هشرح لك حاجتين بسرعه. بس لا، ده انا عايز باستفاضه، مفيش بسرعه يا كابتن. ماشي. اللي انتشر في الشارع الكره الطايره او وسط الكره الطايره، ان الاتحاد الافريقي اختار نادي معين يقوم بالبطوله. طبعا ده جهل. ليه جهل؟ لا تستطيع الاتحاد الافريقي يعمل اي بطوله في مصر الا عن طريق الاتحاد المصري. ده الف ب. كمان تكون موافقه الحكومه المصريه على ان الاتحاد المصري هينظم البطوله دي. الله ينور عليك يا دكتور. الله ينور عليك يا دكتور. فطبعا الاشاعات اللي طالعه دي كلها اشاعات مغرضه وليس لها اي شيء من الصحه. الحمد لله جالنا جواب، واحنا بعتنا للانديه المصريه بالشروط. هي بعت لنا شروط البطوله ايه؟ بعتنا للانديه المصريه كلها، كل الانديه المصريه، بس مش كلها، 7 8 الاوائل يقدر ينظم. بالظبط، اللي هو يقدر ينظم. برافو عليك. تمام. بعتنا لهم، وبعتنا لهم الشروط كامله. ادي البطوله اهي اللي عايز ياخدها، وادي الشروط اهي. اهلا وسهلا، تقدموا.
لكن في حاله ما كنت انا هنفذها، مش انا، الاتحاد المصري هينفذها، ما كنتش هبعت لانديه خالص. ليه؟ لان انا اللي هنظمها طبعا. يبقى انا اللي كان من حقي الوحيد ينظم يديها للنادي. ما فيش حاجه اسمها اتحاد افريقي يدي للنادي، ما ينفعش. ولا في دكتور انا مستمتع بكلامك. ليه بقى؟ لان حضرتك بتتكلم اداريا 100% صح. الحمد لله. يعني حضرتك بتقول ان الاتحاد الافريقي لا يملك ان يخاطب نادي، لا يملك، الا من خلال الاتحاد. لا طبعا، لان الاتحاد هو المظله طبعا. ادي اول حاجه. تاني حاجه، حضرتك مش بتنافس الانديه في حاجه. لا يا حبيبي انا ما بنافسكش، انا عايز اقول لحضرتك ان في خناقه حصلت في اتحاد ما على تنظيم بطوله بينه وبين نادي. متخيل وصل الموضوع لايه؟ ان الاتحاد بيتخانق مع نادي مين ينظم. ما ينفعش. ليش؟ طبعا. لان الموضوع وصل ايه؟ ان يعني مش عايزين نتكلم، بس حضرتك عامل شجره مظبوطه اداريا. طبعا اداريا مظبوط. طبعا. وشوف حضرتك الاتحاد الافريقي بيقول لك بتخاطب الانديه. طب يا دكتور الانديه، طب حضرتك اكتر من نادي رده، قال لك انا ممكن انظم، هتعمل ايه يا دكتور؟ مش هديها له. طب هتعمل ايه؟ هو كاتحاد انا الحد اوزع لا لو تقدم لك انت، حضرتك بعت لسبع انديه اربعه قال لك احنا عايزين ننظم، هتختار ما بينهم. دي بقى بتدخل حاجه اسمها بيندنج، اللي هي المزايدات. ايه المزايدات دي؟ النادي الف هيدفع $50,000، النادي الثاني هيدفع $60,000، النادي الثالث هيدفع $80,000، النادي الثالث هيدفع $80,000. انا هاخد اعلى سعر بس هراعي فيه ايه؟ ايه بقى؟ هل النادي ده هيستطيع انه ينظم البطوله دي وتنجح ولا لا؟ كمان ممكن يكون عندي فيش كوادر اداريه في النادي اللي رايح تعمل فيه بطوله، يبقى لازم يكون عندي كوادر رياضيه تنجح بطوله، مش انا جاب بطوله وسابق خبره. وسابق خبره طبعا. وسابق خبره طبعا. يعني انديه يبقى عندها سابق خبره طبعا، وحضرتك بتبقى عارف النادي ده فعلا عنده كوادر اداريه يقدر ينجحها طبعا. يعني مظروف فني ومظروف مالي، ما فيش كلام. واداري واداري طبعا. يعني هي منظومه يا هيثم. الله ينور عليك. ما تنجحش الا لما تكون دايره كامله، مش بس دايره خارج منها. ما تنفعش. صحيح. طب هل نرجع بقى للب الموضوع؟ طب هل في فرق طلبت تنظيم بطولة افريقيا؟ احنا لسه بعتين الجواب ده امبارح. لسه ما جاء الانديه لسه ما ردتش عليه. هتاخد لها وقتها وتدرس. طب ليه؟ هيدرس الشروط وهيرد كل واحد نادي على سوري كل واحد على مجلس اداره. ما هو مجلس اداره مش هيقول انا موافق. طب هسالك سؤال. طب هسالك سؤال يا دكتور. طب حقوق البث هتديها للنادي اللي يشتري البطوله ولا هتاخدها انت كاتحاد؟ هي حقوق البث دي عليها قوانين ولوائح تبع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي هو اللي بيبعت شرط البث، وهو اللي بيتفق على الاتحاد الافريقي من نفسه. لا ما بيفوضكش انت، ولا بيفوض النادي او بيديها للنادي؟ يعني موضوع البث في الاتحاد الافريقي ما هي دي لائحه وقوانين في تبع الاتحاد الافريقي لازم اتبعها. اتبعها. اجراءات قانونيه ما كانتش متابعه قبل كده. فلا انا احنا الحمد لله المجلس بتاعنا او اللجنه المؤقته دي ماشيه قانوني بالرغم يعني يا دكتور بالرغم ان حضرتك يعني مش نازل انتخابات خالص، وكمان حضرتك يعني برغم ان ده معلش انا اسف انا ده رايي انا مع حضرتك يعني ما يعني ده حق ليك، ما فيش حد يقدر يمنع اي حد انه ينزل. ده حق دستوري. حتى حق دستوري، وحتى لو كتبت ومضيت وعملت. لكن احنا بنتعهد بكلمتنا يا هيثم. الله ينور. احنا نتعهد بكلمتنا، هم اشترطوا علينا الكلام ده واحنا وافقنا عليه، انتهى. انا مش بجد يا دكتور، انا يعني انا بهنيك والله يا دكتور. يا ريت والله بجد، يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني نادر لما تقعد مع حد وتحس انه عارف اللي ليه واللي عليه في الـ في الـ في الـ في الاداره الرياضه نفسها. بامانه والله سنين بقى يا هيثم، يعني عمر يعني عمر في الرياضه. وخلي بال حضرتك، انا حتى انا مضيت مع حضرتك يا كابتن. انا عارف ان يعني بقى يعني حضرتك طايره ولا سله، بس فانا ليه بقى يعني حضرتك يعني تفكيرك مرتب وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وفي قامات كبيره طبعا في الرياضه. كل الاحترام. المجموعه اللي معايا مش عايز اقول لك، يعني من احسن. انا عن رايي انها مش هتتكرر. المجموعه اللي في اللجنه المؤقته دي مش هتتكرر تاني. طب قول لي يا دكتور، يعني برضو علاقتك ايه بالدكتور حسن مصطفى؟ الدكتور حسن مصطفى طبعا يعني رمز لينا كلنا، ورمز لكل كادر اداري في الدوله طبعا. الجزء الرياضي طبعا. طبعا الجزء الرياضي، بتكلم عن الجزء الرياضي طبعا. ان انا راجل رئيس اتحاد، انا شايف او عضو مجلس اداره، شايف الدكتور حسن مصطفى رمز عادل طبعا. علاقتك بايه يا دكتور؟ لا علاقه يعني انا بعتبرها اسريه. يعني هي احنا اولا نعرف بعض من زمان جدا كنادي اهلي، وبعدين بره النادي بقى احنا بعد كده علاقات تقريبا يعني اسريه جامده جدا 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 من كابتن حسن طبعا، حسن حمدي وحسن مصطفى، علاقه اسريه جامده. وطبعا ده يعني معايا، وبعدين احنا جيران يعني انا وكابتن حسن مصطفى عماره واحده، بس هو طبعا ما شاء الله اتنقل لما راح سويسرا عشان طبعا شغله كله كان في سويسرا. فطبعا ويعني كانت الله يرحمها ماجده، دي اختنا
يعني يعني لا علاقه اثريه وعلاقه جامده جدا واحنا بنستفيد من كلامه وخبراته ومش هكذب عليك الدكتور حسن مصطفى ساعدنا مساعده غير طبيعيه في طريق ادارتنا. صحيح لانه هو 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 راجل رمز من رموز الرياضه لن تتكرر تاني في مصر. طبعا طبعا انا ما يعني ما قلتش غلط لما قلت ان هو قدوه لكل الكوادر الاداريه في الرياضه كلام. المصريه مفيش كلام خليني كل ده صحيح مش من فراغ يعني. بس انا عايز ارجع لذكرياتك في النادي الاهلي شويه يا كابتن. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع طبعا للدكتور سامي حمدي هنتكلم عن ذكرياته في النادي الاهلي طبعا وكره الطائره وكره القدم لانه كمان ليه ذكريات مع كره القدم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا الممتع مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره. دكتور يمكن ذكرياتك في الاهلي لا تنتهي خاصه طبعا حضرتك شقيق الكابتن حسن حمدي الاسطوره الكبيره طبعا في النادي الاهلي. يعني قول لي ذكرياتك عن فريق الكره يعني البطولات اللي حضرتك رحت شاركت معاهم حضرت بطولات المباريات اللي حضرتها في المدرجات كمشجع للنادي الاهلي يعني قول لي ذكريات. هي الحقيقه احنا ايام الجامعه ما كناش بنسيب اي ماتش من ماتشات الاهلي. ماتشات الاهلي كان زمان يمكن انت ما حضرتهاش هيثم كانت كل يوم جمعه بس ماتشات مش الاهلي ماتشات الدوري كوره يوم كل يوم جمعه بس. وكان لنا مدرج خاص بالاعضاء الله كان كارنيهات الاعضاء بندخل خمسه ساق وعشره ساق وحاجات كده يعني وبقيه المدرجات خلاص. وكانت الماتشات بتتعمل في ملعب الاهلي مختار التتش ده مختار التتش الملعب ده على طول كل يوم جمعه. وكنا حتى في الشتاء نتمنى كان زمان بقى ايامنا كان يعني في شويه مطر يا رب ما تمطر يوم زي النهارده كده زي مطر يعني النهارده كده نقول يا رب ما تمطرش. فالحقيقه يعني انا عشت ذكريات كتيره مع حسن طبعا حسن حمدي واغلب الجيل بتاع حسن كلهم اصحابي يعني اصدقاء يعني وناس كويسه قوي. مين اقرب واحد كان لحضرتك وكابتن حسن؟ لا هو بالنسبه لكابتن حسن يمكن اغلب الناس مثلا ما شاء الله كانت قريبين منه لانه كان كابتن فريق طبعا. لكن انا بالنسبه لي كان الاعداد مثلا زيزو الخطيب شطه فتحي مبروك دول يعني اقرب ناس دول اقرب الناس حتى ما نفتكر وكان ماتشات الاهلي مثلا كنا بنخلص الماتش وكان سياده السفير احمد قطان كنا نخلص الماتش وعلى اندريا نتعشى كلنا بعد الماتش يكونوا كسبانين وكده وبتاع فكانت بتبقى اعداد جميله جدا طبعاً. جدا لا الماضي ده مختلف معلش يعني جميل الماضي مختلف عن دلوقتي. رحت بطولات بره مصر مع كوره يا كابتن هل مثلا لا. رحت ما رحتش لا. كان بتتابع من هنا بالرغم ان انا كانت حياتي كلها فولي فما كنتش يعني ما كنتش متفرغ قوي انا كنت بدرب في النادي الاهلي الفريق الاول للسيدات فما كانش في عندي وقت مثلا ان انا اقدر اسافر واخرج واروح لكن كنا بنسافر ورا النادي الاهلي في المحلات هنا كل حته بورسعيد اسماعيليه اسكندريه كنا متعه طبعا كنا شله بقى يعني. طب قول لي يا كابتن سر حب كابتن عادل القيعي للكره الطائريه. عادلي يعني كان قريب من اغلب مدربين الكره الطائريه كان يعني وكان دايما بيقعد معانا في حديقه النادي فكان ده بيكلمني في تفاصيل في الكره الطائره كابتن عادل بس برضه خلي بالك عادل برضه موسوعه رياضيه يعني بيتكلم هاند بول بيتكلم سله بيتكلم بس ممكن الطائره قريبه الطائره اكتر حاجه يعني هو بيقول لي انا لما كنتش العب كوره كنت احب ان العب طايره وبتاع وكده والحقيقه كان بيبقى معانا على طول في بتاع وكان متابع بقى. طب مين من نجوم الكوره كان بيجي يعني يحضر ماتشات الطايره ولا كان كل النادي اسره واحده وده لا لا كان كلها اسره واحده يعني الله يرحمه مرتجي كان بيحضر ماتشاتنا فريق مرتجي كمال حافظ الله يرحمه كانوا بيحضروا الماتشات على طول الفولي والفولي كان ليه شعبيه وكان ليه جماهير وكان احنا ماتش اهلي والزمالك في كليه الشرطه في العباسيه الاستاد بتاعه ده مليان على اخره وبره ناس مش عارف تدخل صحيح. لكن النهارده للاسف صحيح راحت. طب قول لي يا دكتور حضرتك اتفرجت على مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ولا لا؟ ما اكذبش عليك مش كلها مش طب كلها. ايه الماتش يعني اللي اتفرجت عليه مثلا؟ هل ما اتفرجت على ماتش بالميراس بطل البرازيل اللي هو لعبناه اخر مباراه ولا ماتش بايرن ميونخ ولا الدحيل؟ هل اتفرجت او لقطات مثلا؟ لا هي بالميراس البرازيل انا اتفرجت عليه وكله بس تاني شوط اتشدينا شويه يعني كنت بتتفرج يعني مع الاسره ولا مع مين؟ مع ابني ومراته انت عارف ان ابني واخد بنت حسن حمد ما شاء الله فكنا قاعدين في الاسره زي ما انت قلت كنا اسره وبنتفرج كلنا على الماتش ففعلا تاني شوط يعني خوف انا خفت. طب وضربات الجزاء؟ بصراحه ضربات الجزاء دي كانت بقى لحظات
يعني لحظات صعبة جدا صعب. يعني لحظات صعبة جدا مرت علينا يعني. طب ربنا والشناوي يعني والشناوي مع الكرة يعني ما شاء الله ما شاء الله الشناوي حاجات ما شاء الله يعني ربنا يحميه ويحرسه يعني وان شاء الله يستمر على المستوى ده يعني نتمنى من الله انه يستمر على المستوى ده. صحيح. طب كابتن قول لي برضه يمكن اكيد يعني علاقتك مع الالعاب الاخرى الالعاب مش بس الكوره يعني اكيد السله الهاندبول احنا كنا زمان اسره واحده يا هيثم وكان زمان لو كنت تسمع عن في حاجه اسمها مسابقات الاسر ايه لا قول لي دي يا كابتن دي كانت مثلا شخصيات المميزه في النادي كل واحد له اسره صحيح وتقابلوا نعمل مباريات سله وطايره في النادي الاهلي امال ايه ده انا اول مره اعرف الموضوع ده يا دكتور لا وكان طب يعني بتتعمل ما بين في اسر اللعبه الواحده ولا ما بين الاسر ما بين الالعاب كلها الاسر وبعض في الالعاب في الالعاب يعني اسره من كره اليد الاهلي ده كان حته واحده احنا كنا الفولي قاعدين في الجنينه معانا بتوع الكوره والهاندبول كانت اسره واحده يعني الروح دي ليها اساس يا دكتور طبعا الروح اللي موجوده دلوقتي دي جوه النادي الاهلي ليها اساس جذورنا كده طبعا يعني الجذور في النادي الاهلي كلنا اسره واحده وعشان كده طلعنا في الاخر بيت كبير زي ما بيقولوا طبعا وكل اللي في النادي عارفين بعض طبعا طبعا يعني ده ما جاش من الفراغ ومن نادر قوي كانت يعني تلاحظ الخلافات كانت ضيقه في اضيق الحدود يعني والخلافات مش خناقات خلافات راي لكن النهارده لا اختلفت على مستوى مصر كلها السوشيال ميديا والعدد زاد بالظبط بس ارجع واقول لك برضو يا دكتور ما زال النادي الاهلي اهلي اهلي طبعا معلش يعني ما زال حتى الان الرموز لهم قدرهم والاسر والتعامل محافظين على الاسلوب وعلى الاداره لان احنا النادي الاهلي مش نادي النادي الاهلي مؤسسه فلما بيعمل حاجه كل الانديه بتقلده لما بيعمل خطوة أو بيعمل فكرة أو بيعمل برنامج أو بيعمل أسلوب انتخابات كله بيتقلد النادي الأهلي صحيح دايما يعني دايما سباق بده وخلينا أفكرك بحاجة دكتور يمكن وأنا لما جيت يعني كنت في المكتب وكنت همضي طبعا وحضرتك موجود حضرتك سألتني سؤال يمكن حضرتك مش هتفتكره أنا بقوله على الهوا حضرتك قلت لي هيثم أنت مضيت في حتة تانية وخدت فلوس يعني السؤال ده خليني وقفت شوية ليه حضرتك بتحترم حتى كنت عايز تحترم طبعا لو انا ماضي وفي حته لا يمكن اتكلم معاك لا يمكن قلت حتى حضرتك يمكن يعني ما تفتكرش السؤال ده بس انا فاكره لا طبعا حتى انا قلت لحضرتك لا صح لا لا بس انا فاكر قلت لحضرتك ساعتها يا دكتور لا انا ده اصل مبدا في الاهلي يعني انا مش معقول هجيب واحد ماضي في حته واساومه واقول له تعالى امضي عندي قلت يعني لك لا يا دكتور انا مش ماضي قلت لي خلاص يا هيثم انت معانا وحتى قلت لي السؤال ده كابتن حسن بياكد وعايز يعرف اجابته يعني فحتى يعني استغربت قلت ربي يعني حتى لهذا القدر النادي بيحترم تعاقداته ومحترم تعاقدات الاخرين طبعا مش هيتدخل عليها طبعا فالحقيقه كانت انا فاكر اليوم ده كويس وكان في مكتب كابتن رؤوف عبد القادر طب قول لي يا كابتن مين من اللعيبه النجوم برضو اللي مضوا على ايدك تفتكر حد عندي على ايد على ايد حضرتك كفولي يعني ولا كفولي لا هي الفولي الحقيقه في الفترتين اللي انا كنت ماسك فيهم كان عبد الله عبد السلام حمدي الصافي واحمد صلاح لما بيطلعوا بره كنت انا احد اسباب بيخرجوا بره يعني عبد الله عبد السلام راح ايطاليا حمدي الصافي راح روسيا احمد صلاح راح ايطاليا يعني ما وقفتش في مساعدته خالص بالعكس احنا يعني ساعدناهم مساعده رهيب لما بيرجعوا بقى انا اللي كنت بتفاوض معاهم عشان يرجعوا تاني بقى فهي القصه كانت كده والتفاوض يعني. كانوا بيبقوا شايلين ان النادي الاهلي طبعا هم اهلاويه يعني انا بكلمك عليهم دول واغلب اللي لعب في النادي الاهلي انتمائه للاهلي طبعا موجود طبعا. بس طبعا الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي الى حد ما الماديات طغت شويه يعني الماديات اللي بتحكم دلوقتي مش الانتماء يعني مش مع كل والله يا دكتور يعني طبعا مش كل بذلت حتى الان هو النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي طبعًا هو طبعًا اغلى شيء عنده طبعا يعني حضرتك شفت قد ايه يعني حتى يعني بنرجع نقول ان النادي الاهلي هو طموح النادي الاهلي هو الغايه اي بني ادم يتمنى انه يدخل النادي الاهلي او يحمل اسم النادي الاهلي دي ليها ثمن دي ليها ثمن بس ذكرياتنا يعني حتى انا يعني لما جيت النادي الاهلي لقيت سيستم بس لما اتكلمت مع حضرتك لقيت ان السيستم ده تورثته اجيال يعني كله. يعني حضرتك بتقول لي حاجات احنا فعلا لمسناها دلوقتي بس جايه من زمان من زمان جدا طويل ده مبادئ يعني من زمان يعني طب كابتن يعني في دقيقه كده شايف مستقبل الكره الطائره ازاي الكره الطايره عايزه هزه جامده جدا وعايزه الفكر الجديد هو اللي يسيطر على الفكر القديم بمعنى ان انا ابص للمستقبل عن طريق الناشئين والناشئات عن طريق الاشبال والاشبال
شباب وشابات. ليه؟ لأن أنا لازم أبني من تحت. إحنا النهاردة الاتجاه اللي تحت ده قل. زي الصورة دي يا كابتن، زي الصورة دي كاس عالم في 2006 حضرتك فيها. ما دي كان كاس عالم رحنا اليابان في 2006 عبد السلام اهو. بالظبط. حمدي الصافي وعبد عبد السلام واسامه قمصان وشريف الشميلي يعني كان مساعد مستر الرئيس وممدوح محمود رؤوف احمد صلاح حسن ابو ما شاء الله حسن كل دول وشعراوي كله وجبل كابتن احمد زكريا من النادي الاهلي ياسر العلاج طبيعي يعني ده كانت ايام يعني جميله جدا. حضرتك يا دكتور بتؤمن بان احنا نشتغل من تحت ونطلع ناشئين عشان نبني الاجيال؟ اساس اي رياضه في العالم لو ما بداتش من تحت عمرها ما تكون رياضه. انا رايي الشخصي دكتور انا بشكرك طبعا على حوارك ده، والحقيقه انا ما حسيتش ان احنا والله الوقت عدى، وما حسيتش ان انا يعني بتحاور مع حضرتك، بالعكس حسيت ان انا بتكلم مع قيمه وقامه بتعلم منها. الله يخليك. انا متشكر على الاستضافه والله، وان شاء الله تتكرر باذن الله. اكيد اكيد، ويبقى شرف لينا باذن الله. متشكر جدا. شكرا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده الابطال. ان شاء الله انتظرونا يوم الاحد القادم وحلقه جديده وبطل جديد وقصه جديده مع الابطال.